طيب ننقل شوية من اه المنتخب للدوري، لأن عودة الدوري برضو حدث طبعا كبير واستئناف كنا دوري. قربنا ننساه نسيناه. احنا نسيناه دلوقتي طبعا بس الرانكينج، هنفتكره طبعا. انا اتمنى نفتكره على خير يعني. ان شاء الله. يعني دلوقتي طبعا الرانكينج زاد، وده انا وكريم اتكلمنا عنه، ده لسه يعني مش مقياس ابدا، بس برضه فكره ان زاد صعد مؤخرا الدوري الممتاز، هو دلوقتي بيحتل الصداره، بعد كده تقريبا ام بي، وبعد كده الاتحاد السكندري لو انا مش غلطانه. العوده مره تانية الاهلي هيتالق طبعا، والزمالك اكيد هيبقى في فوارق دلوقتي، لسه عندنا مؤجلات كتيره، بس خليني طبعا. ابدا معاك بفكره زاد، لان زاد حاله يعني تتفق او تختلف، لا تحب او طبعا تكره حالة أندية 100%. الشركات، بس من التجارب الناجحة لأندية الشركات فعلا. هم عملوا حاجة صح، اشتغلوا كويس قوي على هيكلة كرة القدم بشكل عام، ابتداء من الناشئين لغاية الفريق الأول، ومحددين أهداف إن شاء الله تكون أهداف مرحلية، إنما بيحققوها، وده المطلوب على فكرة، وده اللي على فكرة بيعمله الأهلي، عشان برضو ما نظلمش تجربة النادي الأهلي عموما. مش تجربة، ده حالة شبه دائمة أو دائمة في النادي الأهلي، إن هو بيهتم بقطاع كرة القدم. يعني مثلا لما الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والنجم الأشهر في كرة القدم يعمل اجتماعاته، بيبقى فيها كولر وفيها وليد سليمان وبدر رجب من خلبيب الناشئين، ده برضه له مدلول وله طبعا معنى، طبعا، إنه فيه اهتمام بقطاع كرة القدم، ومش منفصل عن مش الفريق الأول منفصلين عندي، عن بالعكس. بعض، فده شيء مهم جدا. طبعا تجربة زد ناجحة وكل حاجة، بس أنا حبيت أقول إنه النادي الأهلي عنده لا، هذه انت الاساس من سنوات كتيره بالظبط. جدا، ده بالعكس اللي عايز بينجح ينجح، بيطبق المنظومه بتاعتك بالظبط يعني، كده. معلش معروفه يعني منظومة النادي الأهلي بتعتبر مثال اكيد. لأي منظومة أخرى عايزة تنجح تتقدم في كرة القدم. الأندية بقى الجماهيرية راحت فين؟ ايوه الأندية الجماهيرية، ما هي مشكلة، ما هي مشكلة فعلا، لأنه برضو في نقطة، ارتفاع أسعار اللعيبة وعدم وجود تمويل. يعني احنا دايما لما بيجوا يتكلموا على الأهلي يقول لك الأهلي أصله بيقدر يعمل كده لأنه الرعاية بياخد فلوس أكتر، مش عارف إيه بياخد فلوس، ما هو بياخد فلوس أكتر لأنه بيحقق نتائج أفضل، وبرضه فبالتالي بيصرف اكتر من غيره وبيصرف. بكتير. يعوض ده من خلال ايه؟ ان هو ياخد دوري ابطال افريقيا ففي فلوس، كاس العالم للانديه ففي فلوس، يعني دي حاجه مردود عليها، واخد بال حضرتك؟ يعني انه اشتغل هتلاقي وبعدين مصادر. ده يعني مش هقول مؤخرا قريب، بس بقاله سنوات. بس بداية ارجع بتاريخ النادي الاهلي، زمان برضو كان بيشتغل على المواهب فقط، يعني ما هواش حد، يعني النادي الاهلي لما يجي حد يقارن او يتكلم، ما هو ما ابتداش بسبونسرز، يعني نعم دي قصة نجاح طويلة جدا، بالظبط. هو امر السبونسرز، طبيعي يعني. السبونسرز جم ليه؟ لانه النجاح هو اللي بيجيب صح، لك هي وين وين السبونسرز. سيتويشن دي حقيقة بالظبط، يعني. يعني ما فيهاش معادلة يعني. بس النقطة اللي كريم بيتكلم فيها برضو في قصة هنا أندية الشركات وأندية الجماهيرية، مع تدخل رأس المال بشكل كبير، وده أمر ما حدش يقدر ينكره، خلاص أندية أو الأندية الجماهيرية دورها بيتقلص، وجودها بيقل للأسف الشديد، لأن هي أندية مش كلها أو معظمها ما عندهاش القدرة المادية اللي تقدر تواكب هذا التدخل طبعا. في رأس المال الرياضي بشكل كبير، واللي بالمناسبة مش كل الدول والمنتخبات بتقدر إن هي برضو توفره، بص، احنا عندنا، فهي دي المعادلة اللي ملهاش حل بالمناسبة. تكملة لكلامك، احنا عندنا ظاهرة اللي هي ظاهرة أندية الشركات دي، مضرة جدا للأندية الشعبية. الشركات المفروض دورها هو رعاية الأندية الجماهيرية، مش منافسة الأندية الجماهيرية، لأن هنا المنافسة هتبقى ظالمة. بالظبط. زمان لغاية مثلا 20 سنة ولا حاجة أو أكتر، كان ممكن رجل أعمال يبقى رئيس نادي ويقدر يصرف على النادي. النهارده ما فيش رجل اعمال يقدر يصرف على نادي. زي ما يقولون العرب وكده يعني. لا يعني، عشان الاول كان مثلا اللعيبه ب 200,000 ب 500,000. انت قصدك انديه الانديه الجماهيريه ولا طبعا. الشركات؟ لا الجماهيريه. عموما في الدوري الانديه ما بقتش حاجه سهله تصرفي عليها، طبعا يعني لازم طبعا، يبقى امر في مكلف جدا. سيستم
يجيب انت زمان كان ممكن تعمل نادي كده بخمسة مليون جنيه. ايوه والله بجد كان رقم ده. لكن ان تظل الانديه الجماهيريه معتمده على تمويل شخصي من افراد، لا دي مساله. احنا بالمناسبه واحنا بنتكلم برضو دي نقطه جديره بالذكر، يعني اللقطات اللي احنا شايفينها مع حضرتك دلوقتي ده تمرين النادي الاهلي على الهواء مباشره عند منتدى الساعه 11 كاملا موجود، يعني حلو قوي ده بيحصل حالا دلوقتي واحنا قاعدين مع حضرتك على الهواء مباشره. مظبوط مظبوط، والسكواد كاملا اهو موجود. تمام ان شاء الله ربنا يوفقهم. طبعا داخلين على مباراه شباب بلوزداد، دي مباراه توقعاتك للماتش ده مهمه بالمناسبه. ان شاء الله الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه باذن الله، يعني ايجابيه بقى سواء كانت تعادل او ممكن برضو ان هم يفوزوا رغم الغيابات اللي موجوده، يعني بقى في عدد كبير من الغيابات بدءا من محمد الشناوي طبعا مرورا بالخطوط. انت عامل دمج السكواد اللي احنا شايفينه، هو دمج ما بين الفريق الاول وعندنا بعض الناشئين اللي انضموا، فدي ربما امر او خلينا نقول ده شيء مختلف شويه، بس كان لازم ولابد ان هو يحصل.